طبعا هو الجميل في المشروعات القوميه انه بيتم اللي بيتم تنفيذها انه اهالي المكان يشعروا بان في تغيير، يشعروا بان في فرق حاصل، يشعروا بان في تيسير في خدمات معينه. كانوا بيضطروا يقطعوا مسافات مثلا عشان يعملوا خدمه معينه، المجمع الزراعي مثلا كان بيضطر يروح هنا عشان يقدم ما اعرفش ايه، يخلص هنا حاجه في الحيازه يروح هنا يستلم سماد. كان في تفاصيل كتيره قوي يمكن كان اهالي هذه المنطقه حاسين بيها تحديدا في قريه الابعديه. فلما يشعروا بهذا التغيير فكانت نتيجته الاستقبال الحافلي فخامة الرئيس امبارح وهو موجود هنا وكان وسط الناس، واكيد كلنا تابعنا هذا الاستقبال بالامس. الجميل في الموضوع او المهم في الموضوع ان احنا نشوف ونقيس دايما رضا الناس عن الخدمه اللي بتقدم ليهم. عشان كده احنا معانا دلوقتي الحاج عيد مقلد وهو موظف بالمعاش ومن اهالي قريه الابعديه. منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا عم عيد، اهلا وسهلا بيك. صباح الفل، اهلا وسهلا بيكم. اولا شرفتونا في قريه الابعديه ونورتونا. احنا اللي تشرفنا والله. الله يخليكم يا فندم. يعني يعتبر يوم 14/6 ده هو يوم عيد لقريه الابعديه خاصه ولمحافظه البحيره عامه بزياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقريه. دي يوم عيد وفرحه لينا لا توصف بيه بقدومه وزيارته للقريه. ثانيا لانجازاته اللي اتعملت وعلى الطبيعه وبينه انجازات يعني كان حلم لينا وكان مستحيل، بس ما اصبحش فيه مستحيل في عهد البطل، وان شاء الله ربنا يسدد خطاه معاه وبكل اللي بيعمل من اجل البلد. وكمان نهنيه ب 30/6 اللي هو المنقذ بينا في 30/6. نهنيه في الظروف اللي احنا فيها دي، وكل سنه وهو طيب وكل سنه وهو في تقدم وكل سنه وهو في ازدهار ودايما لمساته تبان علينا. احنا في قريه الابعديه ما اصبحناش في ريف، ما اصبحتش قريه، اصبحت مدينه وبنحسد عليها. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا اللهم لا حسد، ربنا يعينه وربنا يبارك له في المبادره اللي هي حياه كريمه، وما وكل واحد شارك في حياه كريمه بكلمه طيبه، مش لازم ان يكون يشتغل او يكون عامل فعل. يعني لمسات الحياه كريمه بين فينا كقريه. تعالى ندخل مدرسه التخد اللي كنا الاولاد المدرسه الفصول الحوش في حاجات يعني ظاهره تماما ظاهره تماما. مركز تكنولوجي. لا نخلينا في المدرسه الاول بقى. المدرسه ايه كانت عامله ازاي يا فندم؟ المدرسه طبعا احنا عشنا كلها في مراحل الابتدائيه بنتخد الحوش لكان الماني. لا يختلف نهائي، يختلف يعني وصف غير الوصف. يعني مهما نوصف لك في السبوره اللي هي السبوره حاليا والحوش الفصول في كل حاجه في وصف غير وصف بالنسبه للتربيه والتعليم. بالنسبه للوحده الصحيه والمركز الطبي حاليا التطور. طب اصبر عليا يا عم. اتفضل يا فندم. قبل كده كانت في وحده صحيه موجوده في القريه. طبعا. كانت بالشكل ده ولا الشكل اختلف بقى؟ لا يا فندم كان لازم تروح مكان تاني عشان تقدر تاخد. لا هو هي الوحده الصحيه كان بامكانياتها سابقا بقدر المستطاع. ايوه. كانت بتشتغل بامكانيات مش مقصرين هم، لكن كانت بتشتغل بامكانيات. كنا احنا يعني كل شيء كنا ضمنهور. ايوه. لازم نروح ضمنهور في اشياء اخرى. كتيرة يعني. يعني هي حاجات اللي كانت بتاع يعني المتداولة هنا. تمام. لكن اي حاجة تانية كان على المدينة على طول. لكن دلوقتي لا 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 ان شاء الله بإذن الله ده حاجة تانية خالص. ايه اللي حصل؟ ايه الفرق؟ تطوير كامل في كل حاجة. اطباء وصيادلة وعلاج وكل ما يخطر على بالك في المدينة كان بيحصل في المدينة. اصبح حنيل عندي في القرية. اصبح في المستشفيات العام كان فيها امكانيات. اصبح انا عندي امكانيات زي المستشفى العام. مش محتاج تسافر. نعم فندم. مش محتاج تسافر. لا عشان تاخد علاج كويس. هنروح دمنهور ليه؟ ما عندي تحت ايدي في ريح بيتي. هننزل دمنهور نعمل ايه؟ ما هي دي من الحلم اللي احنا كلنا بنحلمه. طيب كنت بتروح دمنهور كانت بتتكلف قد ايه؟ هل كمواصلات؟ لا مش عمليه، هو بالنسبه كمان للظروف الواحد. يعني في حاجات طارئه مفهومه، مش في حاجات طارئه. ما اشترطش انك تصرف كام ولا تعمل، اشترط ان في حاجه طارئه حاليا.
هتاخد معاك وقت لغايه ما توصل مثلا للمستشفى اللي هي انت هتروحها دي. لكن انت حاليا دي بتنقص حياه انسان طبعا. يعني الحياه يعني التطوير الصحي اللي في المركز الطبي حاليا ممكن بينقذ حياه انسان، مش بينقذني انني نصرف ايه ونحط ايه. لا برضو ده عامل مهم بالمناسبه، توفير على الناس برضو يعني. نعم يا فندم. ده عامل مهم يعني اللي لما هو تبقى المستشفى إيه؟ لما تبقى المستشفى قريبه من البيت. فانا برضو حضرتك يعني اتكلمت عن في حالات الطوارئ وفي الحالات العاديه، حد عايز يكشف تعبان بدل ما هينزل وهياخد مواصلات وياخد وقت قد كده رايح وراجع، كل ولو اضطر ان هو يروح تاني عشان يعمل تحاليل وتالت عشان استشاره، ده مره واثنين وثلاثه. مره واثنين وثلاثه. لكن انت هنا انت بتتكلم عن مين كمان؟ لو سيده عجوزه لوحدها، لو حد مسن طبعا. يعني بقى الموضوع يا فندم احنا حلم، انا قلت لحضرتك دي حلم، وكان مستحيل ان احنا يعني كقريه. وبعدين احنا الطبيعه، ما الطبيعه يا فندم معانا، ما هي الطبيعه معانا، احنا بنتكلم لان الطبيعه معانا. شوف الكاميرا هي تتكلم، والعمل على الطبيعه، العمل على الواقع. احنا مصورين يا فندم، ما شاء الله احنا مصورين حاجات في كل الاماكن وكل المشروعات اللي موجوده، مش بس في الاباديه، في البحيره كلها. لكن احنا برضو عايزين نعرف الناس مبسوطه باللي تقدم ولا لا. احنا مش مبسوطين، احنا مش مبسوطين يا فندم، احنا سعداء. ده وفي اكتر من مبسوط او فرحانين، حط 100 شرط. ده احنا سعداء، ده احنا ما نمناش من اللي احنا بنشوفوه، فرحانين يعني سعاده لا بعدها سعاده، وربنا سدد خطاها في انجازاته وفي اعماله. يعني حياه كريمه، اصبحت فعلا اسم على مسمى زي ما بتداول، فعلا اصبحنا في حياه كريمه، في اصبحنا بنمشي على رصيف، ارض مرصوفه، طريق مرصوف، مش شرط قدام بيتي، اي كان انا في بلدي، في اي مكان بنمشي فيه بيفيدني، بيفيد اولادي وروح المدارس واحفادي. الشوارع الرئيسيه يا فندم، احنا دخلنا التاريخ، بس عايزين نقول ان احنا اللوكيشن في الشارع عادي خالص دلوقتي. يا فندم اصبحت قريه الابعاديه دخلت التاريخ، احفادنا هيحكوا بزياره الرئيس، احفادنا تحكي بزياره الرئيس وتشريفه لينا في القريه، والانجازات اللي عملها هم هيستفيدوا منها. احنا خلاص احفادنا اللي هيحتفلوا بالحاجات دي ويستفيدوا بالحاجات دي، وهيحتفلوا بيوم عيد 14/6 بزيارة فخامة رئيس السيسي. مين يتوقع؟ مين يتوقع زيارة رئيس قرية؟ احنا لغاية الآن 64 سنة، 64 ما فيش رئيس جمهورية دخل محافظة البحيرة. دخل الزعيم المنقذ اللي أنا بنهنيه ب 30/6 المنقذ، دخل قرية الأبعادية. دي عيد لقرية الأبعادية ولمحافظة البحيرة، وذكرى لأولادنا وأحفادنا، ذكرى لاحفادنا، يعني سجل يا تاريخ. طيب سجل يا تاريخ. اتكلمنا عن التعليم واتكلمنا عن الصحه، عايز تقول لنا ايه تاني حسيت؟ عندي مركز تكنولوجي كوحده محليه كانت بقدر المستطاع بامكانياتها بتشتغل، وبرضه كموظفين ملتزمين وكوحده محليه بتشتغل. لكن اصبح حاليا انا عايز نعمل بطاقه، ما انا عندي اهو اللي وداني واهلكني في ضمانه، وخفيت العبء عن المدينة كمان. صح. يعني خفيت عبء عن المدينة كمان. أنا بالنسبة لمركز الشباب، أنا لغاية ليلة امبارح في الحوش في مركز الشباب، كراسي حتة وترابيزات، سهرنا بالليل في نادي، أصبح عندي نادي في القرية. يعني أنا بدل ما نروح نطلع على كوبري أو على قهوة، لا أصبح عندي نادي زي المدينة. بدل ما كنا بنروح نصرف نادي اجتماع وغيره وغيره، لا انا عندي نادي مركز شباب في الابعاديه، اولادي بيلعبوا فيه في الملعب، وانا بنروح نصرف في النادي، بنشوف ماتش في النادي. اصبح حياه كريمه لينا. والالعاب كمان بقى طبعا. لا بس الالعاب خلاص يا فندم، خلاص بالنسبه لنا احنا خلاص الاولاد. لا بالنسبه للاولاد بقى ربنا يديك صحه، بس بالنسبه للاولاد مهم اقول لحضرتك، يعني كلنا من ريف وعارفين وضع مراكز الشباب كانت بتبقى عامله ازاي. كان بيبقى حته كده متصوره، حته ارض متصوره في كل مجال، فيها ملعب كوره بس في الاول. الاول فيها ملعب كوره بس، لا وكان فيه برضو شويه بالنسبه لكمال اجسام وحاجات زي، لكن اصبح تطوير كامل، تطوير يعني تطوير يعني نحسد عليه. عندك اولاد؟ انا عندي طبعا اولاد وعندي احفاد واحفاد. ما شاء الله ما شاء الله. لا انت مش كبير قوي كده، ربنا يخليهم ويشوفوا الحاجات دي. مبسوطين هم كمان طبعا، ما ناموش، كان يعني ما ناموش من الفرح على التلفزيون، وشارعنا ورئيس اهو رئيس السيسي، يعني هم طبعا عارفينه وبيحبوه. ولكن امبارح يعني اللي كان بيصحى متاخر
صحى من الساعه 5 الصبح بالنسبه لاعفادي عشان يتفرجوا فرقوا لخدوم الريس. يا فندم دي مش سهل. عمرهم قد ايه يا حاج عيد؟ انا عندي ثالثه اعدادي اولى اعدادي ناحيه ثانيه، وعندي رابعه ابتدائي سما توته في ثالثه في اولى اعدادي ناحيه ثانيه، وسما وافي في سنه راح رابعه، ورانا في سنه ثالثه وراح ثانيه وراح ثالثه. ما شاء وعندي الله. زمزم لسه 4 شهور. ما شاء الله. زمزم محمد ناصر. زمزم بقى هتدخل على المدرسه الجديده بالتطوير الجديد. طبعا. واللي في اعدادي بقى فاكر شكل المدرسه قبل وبيتكلم في شكل المدرسه بعد بقى. نعم يا فندم. اللي في اعدادي شايفك شكل المدرسه قبل كده، طبعا المرحله الابتدائيه كانت شفنا حاجه تانية، ودخلت على اعداديه اللي هي الصبورة الذكية والحوش الحلو النظيف. مش القديمة اللي هي بطباشير دي؟ نعم فندم. مش الصبورة القديمة بتاعتنا؟ لا لا مش بتاعت طباشير لا 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 الصبورة الذكية والتكنولوجيا والكمبيوتر وكان والمان والحاجات دي كلها. ربنا يكرمهم يا رب ويكرمكم. طيب انا عايز اتكلم، بما اننا يعني موجودين جنب المجمع الزراعي، حضرتك عندك ارض بتزرع او كده؟ لا والله انا ما عنديش. طيب لو بنزرع جيرانك مثلا؟ طبعا. الدنيا كانت عامله ازاي؟ لا والمجمع طبعا. ده ايه الخدمات اللي هيضيفها؟ طبعا يا فندم، يعني حتى المكان اصبح يعني هو لو جاني ضيف مثلا او كان ودخل الجمعيه الزراعيه عشان يصرف اي مستلزمات زراعيه، المكان بيوحي للاحترام، غير انك ما تكون يعني داخل مكتب، معلش يعني في برضه يعني، لكن المكان داخل اني في جميع المستلزمات الزراعيه من كيماويات وكانوا منو اسمده وغيره وغيره، اصبحت برضه في تطوير فيها. يعني التغيير مش بس في الشكل، لا في الخدمه اللي متقدمه. طبعا يا فندم ده طبعا بتخلص بسرعه. طبعا يا فندم وزياده الحاجات دي، وتكلموا فيها الناس المختصين غيري اكتر مني في المجال ده. يعني المجال الداخلي بالنسبه لصرف المبيدات الزراعيه، وكان اخواتي يتكلموا عنها في الحاجه اللي زي دي. طيب تمام حاج عيد، اول ما سمعت ان حياه كريمه داخله هذه القريه، هل كنت قبل كده تسمع عنها، عن حياه كريمه اصلا، ولا دي كانت اول مره؟ لا، اول بدايه حياه كريمه. يعني ايه حياه كريمه؟ يعني ايه اللي متبع في ايه حياه كريمه؟ فايه يا جماعه حياه كريمه؟ فقالوا حياه كريمه دي كذا، 1 2 3. احنا بكل امكان يعني كنا برضو كنتوا مصدقين؟ نعم فندم. صدقتوهم؟ طبعا. لما قالوا كده صدقتوهم في الاول؟ طبعا. فعاد الراجل ده لازم يكون في مصداقيه. الراجل ده ما بهزرش، الراجل ما عندوش حاضر وطيب وخلاص، لا، اللي بال منه كده، اللي معانا كده من 30 6. فدم هو واحد يعني واحد، ما قالش واحد اصبح 2. فلازم يكون في مصداقيه في عهده، لازم يكون في مصداقيه في عهد الراجل ده اللي ربنا اوحاه لينا. احنا ما جبناش الراجل ده ربنا اللي بعته لينا، المنقذ لينا، فلازم يكون، لازم نصدقه. بس هو احنا اللي مطلوب مننا، يعني مش انا بنتكلم عشان ختامها، لا، المطلوب مننا احنا كاهالي القريه شباب، واللي هنوعيه للناس وللاطفالنا، ان نحافظ على الحاجه صح. دي الله عليك يا عم عيد. دي اهم حاجه، الحفاظ على الشيء اللي الراجل تعب فيه، او الراجل ده مش هيصرف مليارات او كان او ماني. ونيجي انا خلينا نقول كمان من واجبي يا فندم بعد اذن حضرتك، انا من واجبي صحيا خلاص مثلا او 64 سنه كاني خلاص، لازم نوحي اولادي واحفادي واولادي اللي في الشارع واولاد اخويا واولاد اختي واولاد كانوا من، لازم نعرفهم نحافظ على حاجه دي. أيوة. الناس تعبت فيه. ليه بقى؟ لان دي كمان حاجتهم وهي اللي هتخدمهم طبعا في طبعا دي ما دي بتاعتهم. ما انا فهمنا امبارح، فهمنا الاولاد يعني الشيبس بلاش في صندوق زباله وتروح ترميه فيه، بلاش انك ترمي في الشارع. واحده هيتعود. خلي بالك التلفزيون كلهم هيجي يصور، انتوا كده بتخلوا الناس تتكلم لا، لازم تحسسهم حاجه، لازم تدوم الاهميه في انه يعتنوا، يحس بقيمه اللي معاه ويحس بقيمه اللي حصل. يعني طبعا طبعا احنا طبعا فرحانين انك معانا وفرحانين باللي احنا شايفينه. ده اني سعيد بيكم وسعيد بزيارتكم. تشرفنا بحضرتك. ودايما يا رب كده في الخير. ربنا يخليك يا رب. ونبارك مره واثنين وتعالى، وان شاء الله نجيلكم مره واثنين وثلاثه، كل اهالي قريه الابعاديه ان شاء الله. كل الشكر ليك يا حاج عيد. بزياره القائد والزعيم، قائد
الأمة الوطنية للأبعادية وأدل البحيرة كلنا، أدل البحيرة كلها زيارته وإنجازاته اللي ظهرت وإنجازاته اللي بانت علينا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله. الحاج مقلد، إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، مستعدة بحضراتكم.